الذي احتضنته العاصمة نواكشوط مؤخرا الفاعلين الوطنيين في هذا المجال من خلق شراكات وعقد اتفاقيات مع مستثمرين عرب وأجانب. ملف النشرة يتناول هذا الموضوع تحت عنوان نحو نظرة جديدة للاستثمار في مجال ذروتنا الحيوانية. شكل الملتقى الاستثماري للثروة الحيوانية في موريتانيا فرصة للتعريف بمناخ الاستثمار في البلد والتعريف بالمقدرات الوطنية لمجال الثروة الحيوانية وما تتيحه مدونة الاستثمار الموريتانية من تسهيلات للمستثمرين. اللقاء الذي التأم بقصر المؤتمرات بالعاصمة ضم إلى جانب العديد من المستثمرين الوطنيين أزيد من 150 مستثمرا أجنبيا جاءوا لاكتشاف المقدرات الاقتصادية للبلد خاصة منها المتعلقة بالثروة الحيوانية. الملتقى الاستثماري للثروة الحيوانية يأتي في ظرفية تؤكد فيها الحكومة الموريتانية أن إنجازات جبارة تم تحقيقها لتشجيع الاستثمار في موريتانيا. إن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يأتي في سياق الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2017-2030 التي تبنتها الحكومة مؤخرا والتي تحتل فيها تنمية وتطوير المقدرات وفرص الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية مكانة هامة. السيد السابق إن جو الاستقرار السياسي والحريات الذي تلعب به بحمد الله بلادنا وما تم إنجازه في ميدان تحديث منظومتنا القانونية خاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار الوطني ومناخ الأعمال وما يوفره من مزايا وامتيازات في كافة المجالات كلها عوامل مشجعة على الاستثمار في مختلف الشعب الحيوانية في بلادنا. لقاء نواكشوط للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية يلتئم في وقت تم فيه وضع إطار مشجع للمبادرة الخاصة فضلا عن إنشاء بنى تحتية معتبرة ومؤسسات تعليمية هامة. حظي القطاع الخاص في موريتانيا بعناية فائقة من طرف السلطات العمومية في السنوات الأخيرة، وقد تجسدت تلك العناية في القيام بإصلاحات جوهرية مكنت من خلق مناخ ملائم لتنميته وجلب الاستثمارات وممارسة الأعمال بشكل عام. وقد تبلور من خلال تطوير البنى التحتية الداعمة للنمو أيضاً من طرق وطاقة ومطارات وموانئ إلى آخره، ووضع إطار مشجع للمبادرات الخاصة والعناية بتطوير الموارد البشرية من خلال إنشاء جامعات متخصصة ومراكز تكوين مهني، إضافة إلى استقرار مشهود من الناحية الأمنية والسياسية. تحديات الأمن الغذائي والتقلبات الاقتصادية العالمية وفرص الاستثمار المتاحة في موريتانيا كانت حاضرة بقوة خلال هذا اللقاء. يهدف الملتقى الاستثماري للثروة الحيوانية الأول من نوعه في بلادنا إلى التعريف بالإمكانيات الكبيرة والمتنوعة في بلادنا في مجال الثروة الحيوانية، عرض فرص ومشاريع واعدة في مختلف الشعب الحيوانية من لحوم وألبان ودواجن وجلود وصناعات مرتبطة، كما يهدف أيضا إلى إبراز التسهيلات القيمة التي تمنحها مدونة الاستثمار التي تبنتها بلادنا ومساهمة في تحويل الثروة الحيوانية إلى المجال الصناعي والاستثماري بفضل الاستثمارات المتوقعة من الجهات المشاركة وتثمين الثورة والرفع من مساهمتها في الناتج القومي الخام. الأجنحة المقامة خلال هذا اللقاء عكست أهمية فرص الاستثمار في البلد وضرورة تسليط الضوء على ما يسخر به القطر الموريتاني من موارد اقتصادية متنوعة. دعينا 250 مستثمر وصلنا على تقريبا 150 الحمد لله مستثمرين من الشقاء في الخليج، والحمد لله من النجاح انه حصلنا على تاسيس شركتين، واحده للدواجن واحده للحوم الحمراء مع شركاء من موريتان ومن الاتراك ومن الهيئه العربيه للاستثمار الزراعي. اتيحت لنا هذه الفرصه في هذا الملتقى للتعرف على المجالات الاستثماريه في هذه الدولة العريقة، و
للصندوق العراقي مساهمة قديمة منذ عام 79 في شركة سنم وشركة أخرى للتعدين، والآن نحاول أن ندخل من المدخل الزراعي في هذه المنطقة. النوع من الملتقيات هام اللي يعرف بمجهود الوطني وعرف بالثروة الهائلة الوطنية والثروة الحيوانية اللي هي أكبر ثروة عند البلد، وهي الثروة اللي متناول جميع، كل حد يملك الحيوان وكل حد مهتم بالحيوان، وعاملة فيها 50% من الشعب الموريتاني، ولا شك عنها التعريف بها كل ما أتاحت الفرصة لا يزيد القدام. النوع من الفرص ما ينصاب عنه به اللي لأنه على الأقل نقبضه تجربة من اللي يدور حولنا في العالم، نقد الاستثمار ومناخه وشروطه، وراء لأنه ما خاص لشيء به اللي هو قدر من الخبراء وقدر من الفاعلين، ونفس الوقت أعطانا فرصة لأننا قاع احنا كفاعلين موريتانيين نجابره ونعرف اللي بين يدينا شنهم. اتفاقيات وقعت وتفاهمات بين مستثمرين وطنيين وأجانب كانت إحدى ثمار هذا اللقاء الاقتصادي الهام. جبرت الهيئة العربية ووقعت معها صيغة التفاهم على إنشاء مشروع لهاشتي اللي هو لبن طويل المدى، وذاك لا من اللي يزيد أن موريتانيا تعود عندها تتقدم شعور الاكتفاء الذاتي إن شاء الله. احنا كمجموعة أعمال لا يستثمر مجال مع الأخ شريكي وصديقي الشيخ أبو فيصل من المملكة السعودية، نستثمر معايا في المجالات هذه. الملتقى الاستثماري للثروة الحيوانية المنظم من طرف وزارة البيطرة بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وغرفة التجارة والصناعة الشارقة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي كان سانحة لإقامة أجنحة للعرض تعرف بالمقدرات الاقتصادية للبلد في مجال الثروة الحيوانية وتجارب بعض المستثمرين الوطنيين في هذا الشق من الثروة الوطنية، هذا فضلا عن عرض مشاريع جاهزة للتمويل. لقاء نواكشوط الاستثماري للثروة الحيوانية شارك فيه مستثمرون ورجال أعمال وخبراء وأثمر عددا من الشراكات الاقتصادية الهامة وعرف بفرص استثمارية نادرة في مجال الثروة الحيوانية في موريتانيا. نشرتنا انتهت، للتذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير المياه والصرف الصحي يؤكد اكتمال مراحل مهمة من أعمال مشروع الظهر الذي سيزود المدن الشرقية للبلاد بالمياه الصالحة للشرب.